أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسة في شارع الجنوب اليوم. للتواصل بين المواطن الذي لديه مشكلة أو يحتاج إلى أمر ما، أنشأت الدولة المصرية في محافظاتها المختلفة مكتبا لخدمة المواطنين يتواصلون من خلاله، بالإضافة إلى لقاء يعقد مع محافظ الإقليم الحديث حول الموضوعات المختلفة التي تهم المواطنين واتخاذ قرارات فورية بشأنها للتيسير والتخفيف عن كاهله. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف في الاستوديو الأستاذة سندس حامد جامع، مدير عام مكتب قضايا خدمة المواطنين بمحافظة أسوان. أستاذ سندس مرحب بيكي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا. الله يخليك، ده نور حضرتك. أنت بتصب عندك كل المشاكل وكثير من المشاكل المتنوعة والمختلفة. بالظبط. المكتب مكتب خدمة المواطنين، بداية إنشاؤه، مهامه، صلاحياته، بيعمل إيه بالظبط؟ مكتب خدمة المواطنين طبعا بيهتم بكل قضايا مشاكل المواطن. أول حاجة طبعا اختصاصاته أنه هو يحل جميع مشاكل المواطن اللي بتيجي عن طريق السيد اللواء الوزير. طبعا احنا عندنا بيتوجه المواطن لمكتب خدمة المواطنين، طبعا احنا اسمه المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين. المواطن بيتوجه طبعا ايا كان خدمته، صحة، تعليم، مساعدة مالية، ترميم منزل، اللهم صل على سيدنا محمد، اي خدمه تخص المواطن بيتوجه الى خدمه مواطنين. طبعا احنا اوريدي الطلبات كل يوم يوميا، السيد اللواء الوزير بيجي طبعا المواطن يتقدم للطلب، بنساله ايه الطلب بتاع حضرتك، بنوجهه على الشباك، مثلا انا عايز عمل، بنقول له اتفضل لشباك واحد او اتنين. طبعا احنا مقسمين خدمه مواطنين في المركز الى شبابيك، كل شباك بيختص بعمل معين للمواطن، بيقدم المواطن الطلب بتاعه، بيتم ارساله للجهه المنوط بيها اللي يتم فحصها. بيجي بعد ما يتم فحصها ودراستها ويتم العمل على حلها، خلاص تمام، المواطن بيبقى مرتاح، ما بيجيش تاني خدمة مواطنين. في قضايا صعبة فلازم دي بتحتاج التدخل بتاع السيد اللواء الوزير. برضو المساعدات المالية دي بشكل مباشر اوريدي من سيادة الوزير، وما بيتمش صرف مبالغ من الصندوق الاجتماعي مؤسسة التكافل إلا عن طريق تأشيرة من السيد اللواء الوزير مباشرة. اللقاء الجماهيري بينعقد قبل اللقاء الجماهيري. عايز اتكلم على فكرة ان في بعض المواطنين بيبعتوا خطابات لسيادة المحافظ بمشاكلهم، دي بتتحول لكم على طول على خدمة المواطنين، ولا بتشق طريقها في المؤسسات المختلفة وبعد كده ترجع لكم بالنتيجة؟ لا، بتيجي عن طريقنا احنا، بتتقدم عن طريق مكتب السيد اللواء الوزير ويتم فحصها عن طريق خدمة مواطنين بالدخول المواطن طبعا اللقاء الجماهيري، او بارسال الشكوى بتاعت المواطن للجهة اللي هي رايحة لها، بحيث ان احنا الجهة تدرس وتقول ان المواطن ده محتاج كذا، ويتم العرض على السيد الوزير بالرد اللي جابته الجهة، فبيأشر بقى سيادته التأشيرة المناسبة ان هي تتحل بيها المشكلة بتاعت المواطن. طيب، معظم المواطنين اللي بتقدموا بمشاكل او موضوعات مختلفة من الأميين أو البسطاء. بالظبط. بتعاملوا معهم إزاي فيما يتعلق بصياغة الطلبات بتاعتهم؟ هو بيجي بيقول لك والله أنا عندي مشكلة في الحتة الفلانية، لكن مش عارف يكتب الصياغة القانونية أو بالزبط. المطلوبة، إيه اللي بتعملوه؟ إحنا أول حاجة بنسأله هو إيه، زي ما حضرتك بتقول أغلبية الناس برضو يعني أميين أو ما عندهم شيء إن هم يكتبوا صيغة شكوى، فإحنا أوريدي الناس اللي على الشبابيك أصلاً بتصيغ الشكوى وبتحلها للجهة، بتقول إن أنت عايز إيه، بيحكي بقى المواطن بقى بكل بساطة إن هو عايز مثلاً مساعدة مالية نظراً إن هي أرملة أو متزوجة بس بيحصل على معاش تكافل وكرامة مثلا، ايا كان خدمته، احنا بنصيغها بقى بالشكل القانوني بحيث ان احنا نعرضها على السيد اللواء الوزير، ما بنشيلش المواطن يعني اي هم ان هو يكتب شكوى، او بنسهل له كل الاجراءات. وده بيدفعني الى العاملين في المجال، يعني مكتب خدمه المواطنين مكون من مجموعه او صف من العاملين، مدى كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع المشكلات نفسها ومع المواطن في حد ذاته، اذا كان يعني متعصب او مش عارف هو عايز ايه بالظبط او ايا كان من الاسباب المتعلقة.
المختلفة. بالظبط، احنا مدربين الصف اللي عندنا في المركز طبعا ان المواطن لما يجي ازاي نستقبله. طبعا هيجي غضبان، فلازم احنا نستحمل اي ما يكون، يعني يقول ايه المواطن يقول براحته. احنا لازم نمتص الغضب ونحاول على قد ما نقدر نساعده ان احنا نحل المشكلة بتاعته. فالناس متدربة على الكلام ده وبيستقبلوا الناس استقبال جيد جدا يعني. نعم، بيبقى في بعض القضايا او المشكلات اللي هي مش قانونية، يعني هو بيطالب مثلا لو باني بناء يعني غير شرعي او مخالف، فبيتقدم بطلب انه عايز يدخل كهرباء. بتتعاملوا ازاي في بعض الامور؟ انتوا طبعا كل تاشيراتكم او حل المشاكل لازم تكون بشكل قانوني. بالظبط بالظبط كده، من اولها خالص بتقولوا له لا يعني انت مخالف ما ينفعش احنا نتقدم، ولا برضه بتاخدوا منه الشكوى وبتحليه وبتاخدوا الرد؟ لا، بناخد منه الشكوى، ما بنقولش لاي مواطن لا على اي حاجه، بناخد منه الشكوى ونرسلها لمجلس المدينه. حتى لو انتوا عارفين ان هو مخالف، ما احنا هنشوف بقى مجلس مدينه ممكن يساعده ازاي بقى في التصالح او يساعده في القوانين الجديده ان هو يعني يعمل، اللهم صل على سيدنا محمد، ان ازاي يساعده ان هو يمشي في الاجراءات اللي هي تقنن بيته ان هو يمشي صح ويدخله الكهرباء او ميه او ايا كان خدمته ايه. بس ما بنقولش لا، بس هو لو غير قانوني مجلس مدينه بيختر بقى، بيقول كذا كذا مثلا الحاجات دي مش هتنفع، لا احنا وجهنا المواطن ان هو يمشي في التصالح علشان احنا نمشي معاه قانوني علشان تدخله المرافق او تدخل اي حاجه خاصه بيه كخدمه للمواطن. في مدى زمني للمعاملات المادية؟ دايما احنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة، بنتكلم على الرقمنة، وكل الخدمات من المفترض ان هو لها مدى زمني، سواء كان ومعروفه في الاشياء الكبيره اللي هي متعلقه بالبناء او غيره، وده في جانب. لكن انتوا بالنسبه لكم كخدمه مواطنين، هل هناك مدى زمني للرد على المواطن؟ خلال 24 ساعه، 48 ساعه، 72 ساعه، وهكذا؟ بالظبط، احنا عندنا طبعا بيجي اللي بيتقدم للقاء الجماهيري خلال 3 ايام بيتم الرد على الشكوى بتاعته. غير اللقاء الجماهيري، انا عايز افرق بين الاثنين لان اللقاء الجماهيري انا مجنبه شويه، هتكلم عليه بتوسع. لا، لو اتقدم للمكتب خدمه المواطنين في مدى زمني للقضايا بتاعته او الحل؟ بالظبط كده، خلال 3 ايام المفروض الجهه تجيب رد وان احنا نختار بيه المواطن. المواطن ده جاله الرد خلاص تمام اوريدي في مصلحته، خلاص ما بيقدمش طلب تاني، لا مش في مصلحته، بيتم ادراجه في اقرب لقاء للسيد اللواء الوزير لحل مشكلته. ده بالنسبة للطلب المقدم. وعندنا منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء، دي خلال 48 ساعة بالظبط بيتم حل المشكلة بتاعت المواطن من خلال المنظومة. يعني ممكن يتقدم إليكم أو يتقدم لمنظومة الشكاوى الإلكترونية؟ احنا عندنا مجلس الوزراء موجودة عندنا في خدمة مواطنين المنظومة دي ومتفعلة. بيجي المواطن برضو بيقول إن أنا عايز أقدم الشكوى، بيقدمها على المنظومة وبيتم حلها خلال 48 ساعة. جميل. لو اتكلمنا على وسيلة التواصل المواطن، هل ليكم ارقام تليفونات ولا هو المكتب مكانه معروف، فاللي بيتوجه لهذا المركز عشان يحل مشكلته؟ احنا طبعا ارقامنا موجوده مع الناس كلها في المحافظه، فاللي مش عارف اي حاجه بيسال، فاحنا بنوجهه وبناخد بيانات المواطن كامله برقم تليفونه بالعنوان بتاعه، بحيث ان احنا نتواصل معاه في حل مشكلته. واحنا ارقامنا موجوده مع المحافظه كلها يعني. انتقل لجزء مهم للغايه، هو لقاء السيد المحافظ بالمواطنين. هل هو لقاء اسبوعي ولا شهري ولا حسب ما تتطلب الامور؟ لا، اللقاء مع السيد اللواء الوزير اسبوعيا كل 3، بواقع 150 حاله في الاسبوع. طبعا بيكون مجهزه الطلبات، انا اللي داخله للسيد اللواء الوزير، بنقسم الطلبات، اللي رايحه اسكان، اللي رايحه مجلس مدينه، مساعدات ماليه، ايا كان خدمته ايه. العمل بيتم عمل جدول للسيد اللواء الوزير بالحالات اللي داخله لسيادته، بيتم التأشير عليها طبعا، وبيكون طبعا عندنا التنفيذيين كلهم بنجيبهم. مثلا واحد بيشتكي في شركة مية مثلا المية بتاعته أو الحاجات، بيبقى التنفيذي موجود معانا للسيد اللواء الوزير، بيقول إن التنفيذي لازم يكون موجود لحل المشكلة مباشرة. يعني كل المجالات المختلفة اللي انتوا بتعرضوها بتخطروا رئيس الهيئة أو المؤسسة أو الإدارة أيا كانت. بالظبط، وبيبقى حاضر هذا اللقاء. حاضر. طب في ناس ممكن تدخل، أنا لسه بتكلم بتفاصيل برضه الموضوع ده، لكن في ممكن الناس تدخل تعرف ان في لقاء ودون ما تتوجه اليكم او تحاول تدخل، ولا انتم يعني العمليه لازم تتم
عن طريق التقدم ومواعيد مسبقة. هي بتتم عن طريق ان هي تكون مواعيد مسبقة. ليه؟ لان احنا في تنفيذيين بيتم وجودهم مع السيد اللي هو الوزير لحل المشكلة من جذرها. ثانيا طبعا للمساعدات المالية ما ينفعش حد يدخل على طول، لازم يبقى في اوراق مطلوبة منه قبل ما يدخل للسيد اللي هو الوزير. ليه؟ لكي يصل الدعم الى مستحقيه. يعني مثلا انا مثلا واحد جاي يطلب مساعدة مالية، لازم اطلب منه ده للمتزوجين صورة بطاقته، بطاقة مراته، شهادة ميلاد عياله، بيان الدخل، بحث اجتماعي بالحالة مفصل من التضامن الاجتماعي عن طريق الوحدات الاجتماعية. فده كله بيتعرض على السيد اللواء الوزير، وهو بنفسه سيادته بيقرر على حسب الحالة. في حالات بيتصرف لها 1000 جنيه لمدة سنة، في حالات بيتصرف لها 500 جنيه لمدة 6 شهور، في حالات بتبقى فوري مثلا حد عايز يسافر لعلاج فوري ان هو عايز مبلغ، بيتم صرف المبلغ مجمد من صندوق من مؤسسة التكافل للمساعدة بتاعته. فما ينفعش ان انا ادخل حد مساعدة اوريدي على طول كده ما نعرفش هو هل هو مستحق او غير مستحق. لكن في ناس احيانا لكن بتبقى عارفين الميعاد وبتنتظر سيادة المحافظ بره، فهو بيحلهم اليكم، مش كده؟ بالظبط بالظبط. كل الحالات بيحلها لخدمه مواطنين، والسيد اللواء الوزير يعني ما بيرفضش اي طلب وبيستقبل اي مواطن عن طريق ان هو تتقدم له الخدمه مظبوطه، وان يطلع المواطن مبسوط ومتقدمه الخدمه بتاعته. نعم. من خلال السيد اللواء الوزير، والنائب طبعا برضو بيبقى موجود معانا نائب المحافظ. طيب في سؤال متعلق بان ما ينبغي التأشير عليه او حل المشكلات سواء كان بارسالها او من خلال اللقاء الاسبوعي، هو بيتم وفقا للقوانين والاجراءات المتبعه والملزمه. تمام. عايز اعرف انا فكره روح القانون بتطبق ازاي، واشرحي لي حاله من الحالات مثلا. يعني القانون بيقول كذا لكن روح القانون بتتطلب ان احنا نعمل كذا، ومسموح لسيادة المحافظ ان هو يتخذ اجراء ما، زي ايه مثلا؟ في حاله ممكن تشرحيها ولا ممكن تكلمي بصفة عامة على الموضوع؟ لا انا هتكلم بصفة عامة، لان السيد اللواء الوزير يعني الحالات اللي بتيجي هي الاغلبية، الحالات اللي بتيجي عندنا مساعدات، ترميم منزل، صحة، ان حد عايز اجراء عملية، او حد في التربية والتعليم عايز ينقل ابنه من كذا لكذا. في حاجات زي كده مثلا في التربية والتعليم، مثلا الكثافة السكانية، الكثافة بتاعت المدرسة مثلا. هحكي لحضرتك حالة برضو من اللي انت حضرتك بتقوله. مثلا طبعا هم عندهم قوانين ان الكثافة بتاعت المدرسة دي لا تزيد عن كذا، بس السيد اللواء الوزير بيتدخل في الحتة دي لما تكون الاسرة او الطفل ده يعني تعبان او عنده ظروف او من ذوي احتياجات خاصة، فالسيد الوزير بيتدخل يعني كروح ما القانون يسمى بتأشير فوق بالظبط كده. الكثافة بالظبط كده، بيتدخل نظرا لظروف الحالة بس. يعني في حاجات برضو دي فكرة روح القانون. يعني ممتاز، يعني هو ده اللي كنت عايز يعني استفسر عنه واوصل له للساده المشاهدين، ان في كثير من الامور بيتم وضع لوائح ليها تمام او قواعد ليها. تمام. لكن قد يرى المسؤول او رأس المحافظة، وهو بيبقى المحافظ في هذه الحالة، ان يمكن الموافقة على هذا الطلب نظرا لظروف أخرى، وغالبا ما بتكون أو هي في الأغلب العام أو كلها بتكون إنسانية، لم شمل الأسرة، حالة خاصة زي ما أشرت أستاذ سندس بالنسبة للطفل، أو لتقليل النفقات والتكاليف، انتقال إذا كانت المدرسة بعيدة أو غيره، وخاصة في ظروف يعني نعلم بها بتمر بها مصر، يعني متأثرة بما يحدث في العالم كله في هذا المجال. كلميني عن الشرائح او الموضوعات. انت عرضا اتكلمت عن ان يعني الحالات النفقه او الفلوس عن محتاجين مبالغ ماليه دي اكتر ما يكون. يعني ال 150 حاله اللي بتتعرض على احكي لحضرتك معالي الوزير المحافظ، بيبقى كم منهم تقريبا مساعدات مادية، كم منهم تربية وتعليم، كم منهم صحة، وهكذا؟ تمام. طبعا هو التربية والتعليم بيبقى ليها مواسم مش على طول. يعني احنا دلوقتي في دخول المدارس وفي النقل وكده، فطلبات التربية والتعليم حاليا هي كتير الغالبة. قوي كتير قوي. يعني المساعدات المالية برضو يعني بتعدي 50 حالة، لان اغلبيه الناس عايزه التلت مساعدة. يعني تقريبا التلت. في بقى بعد كده بقى بتتقسم بقى على باقي الجهات، مثلا ميه، اسكان، احلالات طبعا وتجديد اللي تبع النصر النوبه، عندنا برضو ترميم منازل عاديه،
السيد اللواء الوزير برضو بيوجهها من خلال الجمعيات ان يتم ترميم منزل المواطن بعد برضو استيفاء الاوراق المطلوبه منه، واذا كان البيت ده متملك او ان هو اجراءه القانوني سليم. المساعدات الثانيه اللي بيقدمها المحافظ العمل، طبعا احنا بيجي المواطن بيقول انا عايز عمل، بيتم طبعا السي في بتاعه بيقدمه وبيشوف بنحوله لمديريه العمل. السيد اللواء الوزير بتاشيره من سيادته بيحوله لمديريه العمل. مديريه العمل طبعا بتشوف السي في بتاعه والشهادات بتاعته، من خلال المؤهلات بتاعته بتوفر له العمل اللي يناسب المؤهل بتاعه. تمام، في مثلا عندنا بكالوريوسات، عندنا دبلومات، على حسب بقى المؤهل بتاعه. المساعدات المالية طبعا زي ما شرحت لحضرتك بيتم برضو جميع الأوراق المطلوبة، بس احنا في حاجات السيد اللواء الوزير فتحها لينا على مدار الأسبوع، الحالات الحرجة أنا في بيتم التواصل مع السيد اللواء الوزير مباشرة يوميا. أنا جات لي حالة في خدمة مواطنين فورا عايزة كيس دم، ما بنستناش ان هي تدخل لقاء بقى والاجراءات القانونيه، لا، بتوجه لمكتب السيد اللواء الوزير. السيد اللواء الوزير في الحال بيتم التواصل مع مدير المستشفيات بتوفير، وبيتوفر في الحال حد جاء عنده اعاقه عايز كرسي برضو بنتوجه للسيد اللواء الوزير، حد عنده عمليه طارئه ما بيستناش بقى الاجراءات اللي احنا هناخدها، لا، ده بيتم العمل فوري على حل المشكله بتاعته. الحاجات دي الفوريه دي فكره دي ده ما يسمى بفكره المرونه. بالظبط، المرونه كده في المواقف اللي هي المستعجله او الطارئه او التي لا تتساهل يعني او تتحمل تاخيرا في حلها. دي بيتم ده بيتطلب منكم نوع من انواع التواصل انتوا ولا مين بالظبط اللي بيبقى مسؤول عنها؟ يعني هل مكتب خدمه المواطنين هو اللي بيتصل بالمستشفيات ولا بيتصل بالمسؤول عن مديريه الصحه مثلا وهو يتولى هذا الامر، وهكذا بالنسبه للموضوع الاطراف الصناعيه او بالظبط او ذوي الاعاقه او القادرون باختلاف؟ انا لا، انا حضرتك انا بتواصل مع مدير المستشفيات بشكل شخصي. بشكل شخصي طبعا. تكليف السيد الباشمهندس عمرو والسيد اللواء المحافظ طبعا، وهو حضرته برضو السيد اللواء الوزير بيتصل شخصيا للحالات الحرجة اللي هي طوارئ ما بيستناش، والتأشيرات برضو سيادته اللي هي فيها عمليات وفيها توجيه للصحة برضو بيتواصل بنفسه برضو لحل المشكلات بتاعت المواطنين دي. بيقول يعني الشق الصحة دي يعني عايزة إجراءات سريعة، فهو سيادته مشكور لأنها متعلقة بحياة إنسان. بالظبط كده، فهو سيادته بنفسه والله بيطمن على الحالة لحد ما تجرى العملية، يعني يتم إجراء العملية للحالة ويتم كل حل مشاكلها بشكل مع مدير المستشفى، يعني مع اي مدير بقى، اذا كان المسله، المستشفى، الجامعه، الرمد، ايا كان هي، لا، محتاجه تدخل تاني. بيتواصل سيادته برضو مع المستشفيات الاخرى ان يتم نقل الحاله من اسوان الى مثلا الى اسيوط او الى اي مستشفى هي محتاجه الدعم لو الدعم مش موجود في اسوان. فبنك الدم برضو نتواصل على طول مباشر برضو لتوفير الدم للحالات. حضرتك الكراسي عندنا بنعمل داتا ليها برضو، بيتم من خلالها توفير الكراسي المتحركة إذا كانت كهربائية أو كراسي عادية، بيتم توفيرها برضو للناس اللي عندها شلل نصفي أو إعاقة في الرجل ما بيقدرش يتحرك أو شلل، يعني في حاجات بيتم دعمها مش مستنية يعني على طول فوري. ده يخليني أسألك عن جزء مهم له شقين. اتفضل. الموضوع المهم هو فكرة التحول الرقمي، فكرة ان احنا بنتعامل بالآليات الحديثة اللي بتؤدي الى سرعة الانجاز وتوثيقها. فانا بتكلم نمرة واحد عن قاعدة البيانات اللي هي بتبقى المفروض انها موجودة عندكم في المكتب، وخاصة فيما يتعلق بالمبالغ المالية، لان يعني هو بياخد لمدة سنة، قد تكون الحالة يعني ما يتقلوش لا انت خدت قبل كده وخلص، لكن بيتم دراستها مرة تانية والتجديد. يعني عايز اتكلم على فكرة قاعدة البيانات وفكرة التواصل. بالظبط، انا طبعا عندي زي ما بشرح لحضرتك، انا عندي اللي في اليوم لا يقل عن 150 طلب يوميا عندي في خدمة مواطنين. لا عشان ما تلخبطش، انا ال 150 طلب دول اللي يوم الثلاث مع يوم الثلاث مع المحافظ، لكن انا يوميا مكتب خدمة مواطنين مفتوح يوميا. الطلبات دي بتتقدم بشكل يومي غير اللي بيتم استيفاء اوراقهم وبيدخلوا للسيد اللواء الوزير. فانا حضرتك من خلال العدد اللي عندي كبير قد كده، شوف بقى اضرب
ضرب ال 150 ده بقى في عدد الاسبوع. فطبعا انا مثلا المواطن استفاد من المحافظه بمساعده ماليه، توفير ايا كان خدمته ايه هي. فحضرتك جاني بعد ما خلص المبلغ بعد سنه زي ما حضرتك بتقول، جاني تاني وانا عندي حاله لسه واقفه في الدور ان هي تدخل للسيد اللواء الوزير. فانا هساعد مين؟ هساعد اللي لسه ما اللي داخل جديد، لان هو ونفس الحاله وبتكون برضو مستعصيه. هو اللي بيجي خدمه مواطنين ما بيجيش ان هو مبسوط، يعني هو الحالات اللي بتيجي هي محتاجه. تمام، فاحنا بيتم ادراجها مره تانية، احنا ما بنقولش لا، بيتم ادراجها مره تانية، بس بيستفيد من الدعم كذا مواطن، مش مواطن واحد بس بيستفيد من الدعم. التحول الرقمي بيسهل ليكوا فكره الوصول للناس دي وترتيبهم وغيره من المواضيع. بالظبط، انا عندي داتا اصلا في خدمه مواطنين متاخده على كل التاشيرات بتاعت السيد اللواء الوزير، بناخدها سكانر عندي مين اللي قبله، حتى لو في 22 قبل كده في 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 21 عندي الداتا دي موجوده في خدمه مواطنين. ففي عندنا طبعا مواطنين تكراريين معروفين، في مواطن لا ما يعرفش خدمة مواطنين دي، فلما حد بيعرف ويجي انا سمعت خدمة مواطنين، عايز ادخل للسيد اللواء الوزير، محتاج مساعدة كذا، ما اعرفش انا دخلي كذا، يعني تيجي الحالة اورام. عندنا كل الحالات بتيجي على خدمة مواطنين، فانا هساعد الناس اللي ما خدتش دعم خالص، ولا هساعد المواطن المتكرر عندي؟ هساعده، بس بتبقى في اولويات للناس طبعا. بنساعد الناس اللي جاية معدمة برضو أول مرة، والتانية دي برضو بيتم برضو توجيهها من خلال السيد اللواء الوزير برضو للجمعيات الأهلية، إن هي برضو تتساعد من خلال الجمعيات الأهلية، من خلال سيادته برضو. بس يعني الأولى إن هو ما خدش الدعم خالص. المبالغ اللي تم صرفها، هل أنتوا عندكم داتا بقيمتها، ولا الجهة اللي هي الصندوق المسؤول عندها هو اللي عنده الداتا؟ يعني بنصرف تقريبا كام مساعدات في السنة للمواطنين؟ لا كتير، انا بقول لحضرتك. لا عشان كده بتكلم على الداتا، ممكن تبقى عند الصندوق. لا الداتا هي موجوده عندنا بس ما بنحسبش ارقام، يعني الداتا موجوده عندنا. الصندوق طبعا عشان بيطلع ده هتلاقي عنده الرقم. بالظبط كده، يعني انا عندي مليون. بواقع مثلا عندي 50 حاله في الاسبوع خدت مساعدات ماليه، حالات زي ما قلت لحضرتك 1000 جنيه لمده سنه، حالات عندي 500 جنيه لمده 6 شهور، حالات عندي مثلا 3000 جنيه لا دي مصاريف سفر، حالات ثانيه مثلا علاج. كل الاحوال مبالغ كبيره بتدفعها الدوله المصريه لابنائها المحتاجين. بالظبط بالظبط. الشق الثاني من السؤال المتعلق بالتحول الرقمي هي فكره الجهات اللي انتم بتتعاملوا معاها، بمعنى ان في بعض الهيئات انتوا بتعملوا معاها، اذا كانت حكوميه دي يعني طبيعي ان بياناتها تبقى موجوده عندكم، لكن في بعض الجمعيات الاهليه والمؤسسات العامله في مجالات معينه زي الاطراف الصناعيه او الكراسي او غيره، برضه البيانات بتاعتهم تبقى موجوده عندكم كداتا للتواصل معاهم في الحالات اللي اشرت اليها؟ بالظبط، تبقى موجوده باشهر سياده اللواء الوزير لجمعيه سين او صاد، ان هي دي متوليه مثلا الاطراف الصناعيه، دي متوليه مثلا تجهيز عرايس، دي متوليه مثلا ادويه، في اي شق هو سياده اللواء الوزير بقى بيأشر للجهه اللي هي رايحه لها التاشيره فبتتنفذ يعني. بالمناسبه في ناس بتيجي في خدمه مواطنين عايزه تجهيز عرايس؟ بتيجي. موجود؟ موجود عندنا. بتحللهم ازاي الموضوع ده، حسب امكانيات مين؟ المحافظه بتطلع اجهزه من المحافظه، بوتاجاز وثلاجه وغساله، في اجهزه في المحافظه بتطلعها من خلال تاشيره السيد اللواء الوزير. برضو الناس اللي عندها حريق تم حرق اجهزتها بالكامل، برضو بيتم دعمهم برضو من خلال السيد اللواء الوزير، بيدعم من المحافظه ومن الجمعيات، يعني من الاثنين، ما بيدعمش من شق واحد السيد اللواء الوزير. العروسه بقى محتاجه كتير، بيدعم من عند سيادته، بيوجه برضو للجمعيات ان هي تدعم اكتر برضو. حاجه زي الناس لبعضهم او لبعضها دي برضو بتتفاعلوا معاها بشكل او باخر كخدمه مواطنين، وانا بتكلم على الفتره اللي فاتت يعني. بس حاليا انا مش نتكلم عليها في لقاء سابق يعني، ان شاء الله باذن الله. دي عايزه لقاء قادم ان شاء الله. عايزه كلام كتير. عايزه كلام كتير قوي يعني. طيب نهاية، أو يعني عايز أعرف زي ما أشرت المساعدات هي أكتر البنود اللي بتبقى موجودة في اللقاء، في اللقاء المساعدات العينية المادية قصدي. بالظبط تمام. في حاجة غريبة أو بعض الغرائب اللي ممكن تقابلوها وانتوا يعني بتستغربوا، بس برضو خدت دورها وتم عرضها و و و احكي لي نموذج او اتنين من حاجات يعني ممكن واحد يستغرب لها، اللي هي واحد جاي يشتكي مراته،
او يشتكي اخوه. انا دي مكتب خدمة المواطنين. اه والله بيجي لنا واحد عايز يشتكي مراته او يشتكي اخوه، طب احنا هنعمل ايه فيها؟ طب السيد اللي هو الوزير هيحل فيها ازاي؟ يعني ما فيش فيها تدخل دي دي خالص. الحاجات الوحيده اللي انتوا بترفضوها، او يعني هتكتبوا له ايه يعني؟ مش عارفين اصلا، ما بناخدش الطلب منه لان احنا مش عارفين معاه نوجهها ازاي؟ فين اصلا. بتتعاملوا معاه ازاي؟ بنحاول نقنعه بقى، نقول له احنا الحاجات دي مش هينفع نتدخل فيها، يعني المحافظ مش هيتدخل بين زوج وزوجه يعني، ولا هيتدخل بين اخ واخوه. يعني حضرتك دي تحلها ودي ما بينك ما بين اخ ما بين اخوك او مراتك، ما ينفعش ان احنا نقبل من حضرتك الطلب. بس حضرتك لو عايز اي دعم اخر من المحافظه احنا تحت امر حضرتك. دي من اغرب الحاجات اللي انتوا اه بتقابلوها، يعني من اغرب الحاجات. بس متكرره ولا يعني من لا بتتكرر والله. كتير؟ اه بتتكرر. على غريبه دي. اه بعد ما المواطن بيحصل على خدمته بعد الاجراءات المختلفه والتاشيرات و هل انتوا بتتصلوا مثلا مبسوط ولا لا؟ بتشوفوا مدى رضا المواطن او تقيسوا مدى رضا المواطن على الخدمه او الاجراءات اللي تمت في مشكلته ايا كان موضوعها؟ بالظبط. من خلال المساعدات الماليه بمجرد ما احنا بنأشر من السيد اللواء الوزير، انا بتصل بالمواطنين فرد فرد ابلغهم السيد اللواء الوزير اشر لسيادته كام؟ اللي اشر رسيادته للمواطن كام. بعد ما بعد اسبوع بتصل بيه تاني، هل صرفت المبلغ؟ اه تمام وصرفت. طيب بالنسبه للعمل بتواصل معاه، رحت لمديريه العمل استلمت العمل بتاعك؟ اه انا استلمت العمل بتاعك. لا العمل بتاعي مش مناسب معايا. بنتواصل احنا بقى كخدمه مواطنين مع الجهه بحيث ان احنا نوفر حاجه تسعد المواطن وتبقى مناسبه للمؤهل بتاعه. يعني المواعيد بتاعتكم من كام لكام في المركز؟ احنا من 8:30 ل 3. لثلاثة؟ اه لكن اقدر اقول ان 24 ساعه انت شغاله؟ لا شغاله 24 ساعه. لوحدك ولا الكرو برضو او المجموعه اللي لا شغاله انا في معاكم؟ مجموعه معايا بنقعد لحد الساعه 6. في مجموعه لكن معايا بعد 6 برضو في تليفونات واتصالات؟ اه اكيد طبعا التليفون ده ما بي على طول شغال 24 ساعه. احنا طبعا جايين هنا لخدمه الناس برضو. الناس برضو في الصعيد عندنا برضو عايزه اللي دعم يعني كبير قوي، وربنا يقدرنا على ان احنا نوصل الدعم للمستحقين وان احنا نساعد الناس على قد ما نقدر يعني. وحقيقه الامر ان في مثل هذه الوظائف بتكون لها شقين. الشق الاول متعلق بادائك لعملك او وظيفتك او مهنتك التي يعني تتقاضى عليها اجرا وبتقوم بها، وليها شق اخر متعلق بالتيسير على المواطنين واتخاذ الاجراءات واراحتهم قدر المستطاع قانونا بالطبع حتى يحصلوا على رضاء، وان كان طبعا رضاء المواطن او رضاء اي حد يعني غايه لا تدرك. لكن في الناحيتين لا، هناك يعني ثواب، وهناك ثواب على العمل وثواب على ما يتم من اجراءات للمواطنين. فكان الله في عونكم وقدركم، تكون في ميزان الحسنات ان شاء الله ان شاء الله ما تقدمونه لهم. يا رب. في حاجات جديده ممكن تكون في خدمه المواطنين بتطوروا بتوسعوا بتكبروا بتدخلوا ناس للعمل يعني بتشتركوا مع جهات مختلفه لديهم القدره على العمل التطوعي للمساعده وغيره؟ يعني عايز اعرف انا رؤيتكم المستقبليه لخدمه المواطنين او المكتب في الفترة القادمة إن شاء الله. تمام. في الفترة القادمة طبعا احنا السيد اللواء الوزير والبشمهندس نائب السيد اللواء الوزير وفروا لنا موظفين، لان الضغط كبير قوي على خدمة مواطنين. وفروا أجهزة برضو للعمل يعني ان احنا ما نعطلش المواطن ده ان هو ياخد ساعه في المركز عشان يقدم شكوى او يقدم طلب. بيزودوا عدد الشبابيك يعني؟ بالظبط. اه زودنا عدد الشبابيك بالفعل يعني. وفي 2 للاستفسارات قاعدين او 3 موظفين للاستفسارات بس غير تقديم الشكوى. ففي يعني اجراءات ملموسه من السيد اللواء الوزير والنائب في تقديم الطلبات والتسهيل على المواطن والتيسير لتنفيذ طلبه، وان هو يطلع من عندنا يعني ما يقولش انا اخذت ساعه عشان اقدم طلب، اخذت ساعه علشان اخذت شهر عشان اقابل السيد اللواء الوزير. لا هم في تيسيرات جامده قوي يعني. نعم. في الفترة القادمة إن شاء الله هيكون في أفضل وأفضل يعني إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكر الشكر الجزيل الأستاذة سندس حامد جامع مدير عام مكتب قضايا خدمة المواطنين بمحافظة أسوان، متمنين لكم مزيد من التقدم والتوفيق إن شاء الله في أداء ما تقومون به، ونتمنى ان يكون هناك يوم من الايام ما تلاقوش فيه شغل، ان مشاكل المواطن تتحل بشكل خارجي عنكم بسهوله ويسر،
وإن كانت دي سنة الحياة، أيوة لكن فعلا ده اللي بنتمناه في ظل دولة مصرية تهتم بالإنسان بالظبط وقضاء حاجاته المختلفة في أنواع مختلفة يلجأ إليها المواطن ليجد فيها الحل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وأنا سعيدة والله إن أنا كنت مع حضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا الله ونورتينا، يبارك. وعلى اللقاء قادم إن شاء إن الله شاء في الله فترة كده يكون في جديد نتكلم إن فيه شاء الله عن إن شاء مكتب الله خدمة المواطنين. إن شاء شكرا الله. جزيلا أستاذ شكرا سامي. شكرا لسيادتك، شكرا. كما نشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، غدا بمشيئة الله أسرة جديدة وموضوعات أيضا جديدة في شارع الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.